السلام عليكم. في هذا الفيديو راح نقدم لكم المباريات التي سينقلها التلفزيون الجزائري لحساب بالجولة الرابعة للدوري الجزائري 2022-2023 في ملعب الدار البيضاء، لقاء مولودية الجزائر نجم مقرع الساعة 4:30 على قناة كان الأجيري والأمازيغية، لقاء اتحاد بسكرة مولودية البيض على الساعة 8 على قناة الشبابية 6 يوم غد السبت، أتليتيك بارادو شباب قسنطينة على الساعة 4:30 على قناة الشبابية، لقاء مولودية وهران وأولمبي شلف دربي الغرب على قناة الشبابية يوم السبت على الساعة 7:00.